السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا أشكر حضوركم وأعذروني على صوتي. ثلاث أيام تغيرات معي فأعذروني، يمكن صوتي ما حيوصل إلا من خلال المايك. أكرر شكري لكم. أشكر سعادة الأستاذ أيضا أحمد الصفحي مدير مركز التنمية الاجتماعية في جدة ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حضوره، وأعتذر مجددا على تأخير بدء الاجتماع. في المفترض أن نحن نبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة، ولكن حبينا أن يكتمل النصاب. حأستعرض بعض الإنجازات السريعة، ولكن قبل ما أبدأ باستعراض الإنجازات أهنئكم. ليس هذا يمكن سمعتوه من خلال الفيلم. أهنئكم بحصول الجمعية على جائزة مكة للتميز لدورتها هذا العام، حيث أبلغنا رسميا من الإمارة بذلك، وسيتم الإعلان عنها من قبل سمو أمير المنطقة الأسبوع القادم بحول الله تعالى. فزنا ضمن أظن 20 جهة فائزة بالجائزة، وأكثر من 230 مرشح حسب ما أبلغونا الأخوان بفضل الله سبحانه وتعالى. بدعمكم كان ذلك، وبفضل الله بعد فضل الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك بدعمكم بعد فضل الله كانت الجمعية تميزت مؤسسيا العام الماضي، ولكن الجانب المؤسسي لم يطغى على جانب الأداء الاجتماعي اللي هو الأهم، اللي هو دورنا في المجتمع. الحمد لله كان هناك أداء اجتماعي عالي بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم نحن في الجمعية لا نبحث فقط على مخرجات كم عدد المستفيدين وكم نسبة رضا المستفيدين وكم نحن وصلنا، الحمد لله في قياس النتائج. والسنة هذه، هذا العام الماضي، السنة هذه شغالين على قياس الأثر اللي هو أبعد من النتائج. وقبل أن أبدأ، طبعا حصلنا نحن على شهادة الإفكيو من التميز المؤسسي الأوروبي العام الماضي أيضا C2E. قبل أن أبدأ عرضي أيضا كذلك، أنا يعني اعذرونا إذا كانت القاعة ضيقة، ولكن كان عندنا هدف رئيسي إنه نحن نجمعكم داخل المودة وأن تزور المودة وتشرفونا بزيارة المودة، وهذا هدف. وتطلعوا الآن يعني الجمعية ما شاء الله نشطة في كل أدوارها، فوق دورة تدريبية تحت مستفيدين، يمكن الجميع دخل وشاف المستفيدين. فيعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهودكم ودعمكم وتوجيهاتكم الدائمة. الجمعية العام الماضي طورت استراتيجيتها لمدة 4 سنوات حتى تتناسب مع رؤية 2030، وأيضا كذلك برنامج التحول الوطني 2020. أيضا كذلك بنت مصفوفتها الخاصة بالأهداف الاستراتيجية مع الأهداف العالمية SDG ومع الرؤية ومع برنامج التحول الوطني وأهداف الاستراتيجية بالوزارة التي تخص عملنا طبعا. فكل هدف عندنا مربوط أصلا بمجموعة من الأهداف. هذه خارطة الخدمات طبعا ورحلة المستفيد عندنا في الجمعية. عندنا 6 مبادرات رئيسية حنتكلم عنها إن شاء الله. عذرا، السنة هذه أنا مرتاح، معليش سامحوني. السنة هذه أو العام الماضي استفاد من خدماتنا 54,040 أسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. 54% من المستفيدين كانوا نساء، و 46% من المستفيدين كانوا رجال. تفصيلها 13,000 مستفيد خدمة كانت لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، وأيضا التهيئة والتدرج للأسر المنفصلة في مجال حماية الطفل وحماية الأسر المنفصلة. 30,000 أسرة استفادت من خدمات الإرشاد الأسري. 10,550 مستفيد ومستفيدة في مجال التدريب الأسري. أيضا كذلك وهذا حقق يمكن 104 حقق من المستهدف العام. يعني كان عندنا المستهدف تقريبا 57,000، وصلنا إلى 54,000. 80% نسبة إجمالي رضا المستفيدين من كل خدمات ومبادرات الجمعية. 95% بفضل الله نسبة اللي يعيشون حياة أسرية مستقرة. هذه دراسة جديدة عملناها للمقبلين والمقبلات على الزواج. قبل كده عملنا دراسة كانت نسبة 97%، ولكن كانت العينة 300 اللي عينة الدراسة. هذه عينة الدراسة 1191 من المستفيدين من شرائح مختلفة.
وفي أوقات استفادة مختلفة طبعا. 70% الحمد لله نسبة حالات الصلح في الإرشاد الأسري والصلح في مكتبنا في المحكمة وفي الجمعية، 30% نسبة خفض النزاعات بين الأسر المتخاصمة والأسر المنفصلة اللي عندها نزاعات في المحاكم. هؤلاء أكثر أسر نحن بنواجه منهم أشرس هجمات، لأنه نحن يشوفونا هم بيجونا من المحاكم منفذ ومنفذ ضده، المنفذ ضده يشوف أنا خصم له ما يشوف أنا مقدم له خدمة، ففي الغالب يعني. فبالتالي يعني بتكون يعني النسبة دائما كده نشوفها ممتازة غالبا يعني، لأنه المشكلة ليس بين الطريقين، صرنا بندربهم على الطلاق الناجح، بندربهم على الحقوق والواجبات بين المطلقين والمطلقات والحقوق المشتركة بينهم، لكن المشكلة تتعدى الطريقين، هي المشكلة بين أسرتين ولا ما وصلت المحاكم يعني. هذا بالنسبة للأداء الاجتماعي. الأداء المؤسسي كان نسبة إنجاز المؤشرات حسب البالانس سكور كارد 85.28%. نسبة إنجاز مخرجات الخطة التشغيلية طبعا مقيس على مستويين، مستوى الاستراتيجي ومستوى التشغيلي، فكان نسبة المنجزات مخرجات الخطة التشغيلية 71%. نسبة أداء العاملين 88%. نسبة أداء القيادات 90%. طبعا نحن بنقيس الأداء بطريقة 360 ومزودين عليها طبعا بعض المؤشرات. 90% نسبة رضا العاملين و 79% نسبة إنجاز فرص التحسين. عندنا نحن بنك مسمينه بنك فرص التحسين، وهذا نوع هذا طبعا يعني واحدة من معايير تميز المؤسسة. قدمنا أكثر من 769 ساعة لتمكين الكفاءات كفريق عمل، أكثر من 57 زيارة تبادل معرفي. اللي بيشوف الجروب اليوم يسامحونا بنزعجكم، بس نحب نحطكم في الصورة معنا إيش اللي بيصير داخل الجمعية. فتشوفوا الزيارات الكثيرة، نحن دحين بدأنا نوقف من كثر الطلبات اللي بتجينا، بدأنا نقول لا ما نقدر. نحن صرنا نعطي فقط للجهات الخارجية زيارة واحدة في الأسبوع للتبادل المعرفي. الجوائز اللي تكلمنا عنها بالنسبة للأداء الاقتصادي، قفز الأداء الاقتصادي، كان العام الماضي أداءه عالي جدا في الإيرادات، حققنا 15,471,791 إيرادات، قفزت 77%. بالنسبة إلى المصاريف، لا هو 77% معلش، هو بس الواحد هذا. بالنسبة إلى المصاريف أي نعم، 8,086,382. كنا دائما إيراداتنا السنة اللي قبلها كانت، حنشوف المقارنة بعد شوية مع المهندس روزان، إيراداتنا كانت دائما بتكون في 3-4 مليون. العام اللي قبل اللي ماضي قفز إلى 8 مليون، العام الماضي قفز إلى 15 مليون. السنة هذه أيضا كذلك قفزت المصروفات بنسبة كبيرة جدا، 90% تقريبا، وكلها مصروفات تشغيلية يعني برامج ومشاريع أنشطة. انخفضت المصروفات العمومية، ولذلك حيشرح لنا بالتفصيل المهندس. جمعنا للوقف العام الماضي 7,385,000، وتمينا الآن 8 مليون طبعا، وما زال طبعا عندنا الأخوان في لجنة الاستدامة الاقتصادية برئاسة المهندس فايز الحربي شغالين الآن، وتشكلت أيضا لجنة خاصة بالوقف. لذلك نسبة المصروفات العمومية والإدارية هذه كلها إن شاء الله حنشرحها بالتفصيل مع المهندس. أنا حتكلم على الأداء الاجتماعي. طبعا عندنا مبادرة مكين لتدريب وتعليم الأسرة. هذه المبادرة فيها أكثر من 48 دورة تدريبية أصبحنا نقدمها للقطاع الخاص، ونقدمها غير أنه نحن ندرب داخل الجمعية، ونقدم للقطاع العسكري والقطاع الحكومي، وندرب للشركات، وندرب مع الغرفة التجارية. الحمد لله الدورات صار في توسع عالي، وصرنا نحن برضو مع الشركة يعني زي مراكز الأحياء، في الأحياء السكنية صرنا بندرب في داخل المراكز بالقضايا المهمة. يعني عندنا نحن تبدأ الدورات التدريبية عندنا بما قبل الزواج، بمثال قبل الزواج نحن ندرب على كيفية اختيار شريك الحياة، فندرب طلاب وطالبات الجامعات وطلاب الثانوي وطالبات الثانوي بكيفية اختيار شريك الحياة، وعندنا شراكة مع الجامعات والمدارس. وبعدين ندرب
تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج. المقبلين والمقبلات على الزواج بنغطي الحمد لله نسبة كبيرة منهم في من المتزوجين في جدة. وأبشركم الآن الجمعية اعتمدت على مستوى منطقة مكة المكرمة مع بنك التسليف اللي هو بنك التنمية الاجتماعية، اعتمدت أنها هي الوحيدة اللي تدرب لكل المستفيدين عددهم 10,000 سنويا في منطقة مكة المكرمة من بنك التنمية الاجتماعية، وهذا حيحقق عائد للجمعية لوتا قيمته 3 مليون ريال هذا الوحده فضل الله، يعني كل على كل مستفيد على كل زوج وزوجة 300 ريال، وحي طبعا يعلي النسبة. نسبة الزيادة عن العام الفائت في التدريب إشمالا 40%، كان عندهم من الزملاء 313 دورة تدريبية و 1641 ساعة تدريبية. نشكر طبعا المؤسسات الأول هم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسلم بن محفوظ ومؤسسة السبيعي على الرعاية لهذا المشروع. أيضا في تمكين في تأهيل المقبلين على الزواج تحدثنا عنه، مشروع الإثراء الأسري هذا اللي تكلمنا عنه، مشروع دورات اليوم الواحد اللي صممناها حتى تتناسب مع القطاعات الحكومية والعسكرية وموظفين الشركات وموظفات الشركات، لأنه غالبا موظفين الشركات وما حيقدر يديك كل وقت يعني يومين ثلاثة أيام، طالما أنها ليست دورة مهنية، هي دورة قد تكون مهارية حياتية، فبالتالي ما حيقدر يديك كل وقت. فنحن هذا الموضوع صممنا له دورات اليوم الواحد، والحمد لله ما شاء الله، وكل الدورات تتناسب مع الاحتياج الوضع الراهن، ليس دورات عناوين عامة، وهي أيضا كذلك تنقل المعرفة وأيضا كذلك تراقب السلوك، تغير السلوك، المعرفة والسلوك يا دكتور جعفر والتوجهات. وعندنا طبعا نحن منهجية في التدريب، يعني حتى المدربين للأعضاء الجدد، الأعضاء القدامى يعرفون المنهجية، الأعضاء الجدد نحن منهجيتنا في التدريب لا ندرب أو لا نعتمد أي مدرب ومدربة، يدخل عندنا في بروسيجرز كاملة ويدخل في مراقبة دليل المعايير الوظيفية، يدخل في المعيار العلمي والمعيار المهني ومعيار الأداء، ويصير في مقابلة بعدين يحضر دورة تدريبية مدتها 75 ساعة تدريبية عشان يعتمد، إذا لم يمر على هذه المرحلة ما يعتمد كمدرب. عندنا مشروع هذا حياة جديدة طبعا للنزلاء ونزيلات السجون، موقع مع سجون منطقة مكة المكرمة. المشروع طبعا استفاد منه أكثر من 2206 نزيل ونزيلة العام الماضي. النزلاء ونزيلات السجون قبل ما يطلعوا من السجن بنحاول نأهلهم بدورات معرفية، بنحاول منها خلال نغير السلوك، لأنه عادة لما يطلعوا للمجتمع يكون عندهم نزعة سودانية، بالذات في الأول داخل بيته مش عارف كيف يتعامل مع أبناء وبعد ما خرجوا من السجن أو مع زوجته أو بالعكس كذلك. رائدات بعد الطلاق، يمكن انتم سمعتوا الاخت المطلقه العام الماضي بنينا المنهج فاستفاد 100 فقط على نهايه العام. السنه هذه ما شاء الله كل اسبوع اسبوعين 50 مطلقه، وقعنا مع وزاره فرع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه وما شاء الله الضمان الاجتماعي شغال يحول لنا 50 مطلقه كل اسبوع اسبوعين لتاهيلهم. هنا في هذا المقر، في هذا المقر وفي الخارج ايضا في بعض الاحيان في قاعات الوزاره. نحن عندنا في هذا المقر 3 قاعات. القائد الاسري هذه برضو كان نحن العام الماضي انتجنا الحقيبه الخاصه بالقائد الاسري، بدانا السنه هذه في التوسع فيها طبعا في التدريب. نحن في الغالب نقول عندنا مشكله قياده، في الغالب نحن دائما نقول والله القياده للرجل داخل المنزل. نحن في المودة ترى غيرنا شوية، سوينا عملية انقلاب في هذا الموضوع، لأن القائد الحقيقي داخل المنزل هي السيدة، القائد وليس القوامة. لا أتحدث على القوامة، أتحدث على القيادة في تربية الأبناء، أتحدث على القيادة في إدارة الميزانية حق المنزل، أتحدث. فبدأنا حتى نركز هذه السنة على السيدات، ممكن يزعلوا بعض من هذا الموضوع. وهذا برنامج شورى للإرشاد الأسري. عندنا طبعا البرنامج العام الماضي حقق 30,000 استشارة، طبعا منهم 6,000 رجل و 24,000 امرأة. يمكن الإحصائية توضح لكم أنه السيدات أكثر، يمكن عندهم الفضفضة أكثر، يحب الفضفضة.
عندنا ارشاد هاتفي كول سنتر متكامل يمكن الغالبيه زاره، وعندنا ارشاد بالمقابله في 13 نوع علاجي سلوك، وعندنا ارشاد جمعي، وعندنا ايضا كذلك الاصلاح الاسري في مكاتبنا. الان حنفتتح ان شاء الله مكتبنا في محكمه الجزائر قريبا، او في مكتبنا في محكمه الاحوال الشخصيه. المستشارين المصلحين عندنا يختلفون تماما في معاييرهم عن المستشارين، والمستشار بالمقابله يختلف في معاييره عن المستشار الهاتفي وعن المستشار الالكتروني. نقدم كذلك خدمات الاستشارات الالكترونيه من خلال الموقع. 26,000 استشاره هاتفيه قدمناها العام الماضي. بالنسبه للارشاد الالكتروني 715 استشاره، الربع الاول قفل على 400 استشاره الكترونيه. هذا بالنسبه لبرنامج مستقر لتنفيذ احكام الرؤيه والزياره، اللي هو حمايه الاسر المنفصله وايضا كذلك الابناء، واللي كنا نتكلم عنه قبل شويه. قدمنا اكثر من 13,020 زياره لنحو تقريبا 700 اسره. نعم 730 اسره منفصله. عندنا الحمد لله برنامج جدا مهم، بدانا ان احنا نصبح الان بناء عليه بيت خبره. الان اسسنا اداره حتى تتحول هذه الاداره خلال 4 سنوات الى مركز مستقل كبيت خبره في تاهيل المختصين في السوق. من هم المختصين؟ المدربين، المرشدين، الباحثين المعنيين بالاسره. وهذا حقيقه نحن بنعاني من جوده مخرجات السوق في الدورات والبرامج التدريبيه. الان الحمد لله اخذنا عقد في الوزاره لتطوير 14 مركز ارشاد حكومي في الحمد لله على مستوى المملكه. وايضا كذلك يعني ان شاء الله حندخل الان في مشروع مع 3 جهات، حنسوي تكتل لتطوير عندها هدف الوزاره لتاهيل 21,000 مرشد. تم تخفيض هذا الرقم في وزاره الاقتصاد والتخطيط ووزاره العمل والتنميه اذا سمح لي الاستاذ احمد الى 5,000 مرشد. حندخل في هذا المجال، وهذا حيحقق لنا عائد، يحقق استدامه اقتصاديه للجمعيه ايضا كذلك. اهل الزملاء 76 مدرب اسري، 13 مرشد اسري، 23 مصلح اسري، 46 طالب دراسات عليا. هذا طبعا بالشراكه مع جامعه الملك عبد العزيز، يشرف على ذلك البروفيسور محمد الغامدي عضو مجلس اداره. وبداوا ما شاء الله صار علينا طلبات ايضا من كل مناطق المملكه من الطلاب والجامعات. برنامج فكر لابحاث وتطوير الاسر الحين الحمد لله تحول، عملنا مجموعه من الدراسات العام الماضي. تحول هذا الهدف الان في الدراسات والابحاث، ونحن الجمعيه الوحيده اللي على مستوى المملكه عندها مركز خاص بداخلي طبعا خاص بابحاث وتطوير الاسره، وهو مركز صغير الان فيه يمكن 200 باحث معتمد بناء على معايير الجمعيه، مسجل اسمائهم، متعاونين مع الجمعيه. هناك في معايير، في منهجيه اصبح لدينا في الابحاث الاسريه. طبعا اصدارات الجمعيه تم اصدار العدد من الابحاث، منها توجهات الشباب نحو الاسره وبحث المقارنه بين التشريعات الاسريه. صار الهدف اليوم، وايضا كذلك في ترجمه وفي دعم للباحثين اللي هم طلاب الماجستير والدراسات او طلاب الدكتوراه والدراسات العليا. هنا ايضا كذلك الهدف الاستراتيجي الجديد في التوجه الاستراتيجي الجديد، صرنا نركز بشكل رئيسي على الدراسات المهتمه بالتشريعات والانظمه الاسريه في الدوله. يعني نقترح للدوله مجموعه من الانظمه والتشريعات الاسريه، ونعتقد هذا اكثر تاثيرا من الدراسات اللي كنا نعملها في السابق. هذه بعض الدراسات والاصدارات اللي انتهت العام الماضي. التوعيه والتثقيف اللي يتابع السوشيال ميديا عندنا في الموده يمكن يشوف يوميا مجموعه من رسائل التوعيه والتثقيف الاسري. ايضا كذلك غير السوشيال ميديا مجموعه من كل شهر بنعمل يعني امسيه جماهيريه، بالاضافه الى كل سنه بنعمل حمله. السنه هذه ان شاء الله في 15 مايو القادم شغالين على حمله كبيره اسمها ابنك مسؤوليتك، ولها ويب سايت ان شاء الله حيطلق الاسبوع القادم، ولها مجموعه من السفراء من مشاهير السوشيال ميديا هم يقودوا الحمله معانا. حتكون في ريتسي مول، وحيكون مسيره في نفس اليوم على الكورنيش. اخذنا الموافقات برعايه الامير مشعل بن ماجد. طبعا كان 2.8 مليون
2 مليون فاصل 800 ألف. عملنا مجموعة من الحلقات الإذاعية الرمضانية في الـ NBC FM وفي بانوراما FM أيضا كذلك. السنة هذه طورنا شوية، عملنا مسلسلات كرتونية للأطفال في مجال التوعية. ندوات التأثير الأسري، كان هذا العام الماضي عملنا ندوتين، وعندنا ندوة الاثنين القادم إن شاء الله ندوة علمية مع مركز التنمية الاجتماعية مع الأستاذ أحمد، حنسويها في جامعة الملك عبد العزيز، حننظمها جمعية المودة بالشراكة مع مركز التنمية في الجامعة. ما شاء الله عدد المسجلين فيها من المختصين تجاوزوا 310، ما شاء الله 310 مختص ومختصة، وهذا رقم كبير للمختصين، أنا ما أتكلم جمهور عام. كان هذا تأثير التقنية على الأسرة والأبناء. عملنا العام الماضي دراسة طبعا لدراسة الاحتياجات الأسرة على مستوى منطقة مكة المكرمة، وبناء عليها غيرنا بعض التوجهات الاستراتيجية. نحن عندنا نسبة الرضا تكلمنا أنه 80%، هذا رضا المستفيدين من كل برنامج. لو تلاحظون أقل نسبة رضا عندنا في تنفيذ أحكام الرؤية الزيارة اللي هو حماية الأسرة المنفصلة والأطفال اللي هي 61%، 84% المختصين، 92% الإرشاد التدريب، 80%. هذه الدراسة اللي عملناها دراسة احتياجات الأسر، ودرسنا أيضا كذلك من خلال شركة خارجية أعطتنا النتيجة هذه. كم عدد الناس اللي يعرفوا عني في جدة؟ أنا أعتبر نفسي أقول 54,000 أسرة استفادت في مدينة جدة ومنطقة مكة، الناس كلها تعرفني. اكتشفنا أن العدد اللي يعرفونه فقط 39% من العينة اللي أخذوها العشوائية في منطقة مكة المكرمة. مع أن عندي لوحات إرشادية على طول، عملنا عقد مع جهة مختصة لعمل استراتيجية للاتصال والتسويق أو التسويق والهوية. درجة الناس اللي قابلوهم وقالوا أنهم حيروجوا لخدماتنا كانوا 55%. طبعاً هذه مجموعة من النسب اللي ذكرناها في السابق، هذه مجموعة من ورش العمل العلمية اللي نفذناها، يمكن أكثر من 16 ورشة عمل علمي، بعضها بتكليف من الوزارات زي وزارة العمل وزارة التعليم، وبعضها بالشراكة مع جمعيات وجهات أخرى. بس عشان الوقت أكون مع حفل لأنه موجودة في التقرير السنوي، 109,000 يتابعون المودة طبعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأداء المؤسسي طبعاً نحن عندنا منهجية ومرتكزات في قياس الأداء، يمكن ذكرناها في السابق. نحن بنقيس على 3 مستويات، مستوى الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي، لنا كده منهجية معينة نقيس فيها الأداء وليس تقليدية. هذه منهجية برضو تحسين القياس وتحسين الأداء وليس قياس الأداء، تحسين الأداء. عندنا اجتماع شهري نحن مناقشة فرص التحسين مع المدراء. هذا قياس مؤشرات الأداء طبعا وفق طاقة الأداء المتوازن، زي ما قلنا 85% اللي هو نسبة الإنجاز العام. طبعا هذه التفاصيل، المحاور 4 محاور هي التشغيلية زي ما تكلمنا، 72% نسبة قياس منجزات الخطة التشغيلية، وهذه تفصيلها طبعا موجودة بالتقرير السنوي. نسبة الإنجاز طبعا، نسبة السعودة الحمد لله نحن في النطاق البلاتينيوم، وأبشركم كمان بخبر أيضا، نحن في طور إن شاء الله الشراكة مع أحد كبرى الشركات بالمنطقة الشرقية اللي حتتحمل تكلفة 90% من الموظفين السعوديين داخل الجمعية، مما يخفض لي هيكل المصروف. هذا طبعا الآن وزارة العمل والتنمية أصدرت نظام، بعض الشركات اللي ما هي محققة النطاق الأخضر في الأصفر وفي الأحمر يقدروا يتبنوا في الجمعيات، فيسجلوا عندهم نطاق ويسجلوا في الجمعيات، وهذا حيساعدنا كثير في تخفض هيكل المصروف السنة هذه. طبعا بدأ يستفيد منه النظام، طبعا طبعا نعم، يعني كل الموظفين المدة هيروحوا على هيروحوا هناك. نعم 95% نسبة تفرغ الموظفين، تكلمنا على عدد الدورات العام الماضي، مهتمين كثير بتمكين الكفاءات في الجمعية وصناعة الصف الثاني، وهذا تقييم الأداء حق المدراء والفريق العمل بالجمعية اللي تكلمنا عنه. طبعا فرص التحسين تكلمنا عنها، نسبة الإنجاز 79% من 275
فرصة تحسين. هذه الشراكات العام الماضي. الشراكات في الجمعية شوية تختلف عن ما هي شراكات سورية اللي بتشوفوها بالجروب، لها جداول زمنية ولها مخرجات ولها نتائج، ونحن شوية مزعجين فيها مع الشركاء. فكل كل شريك بنطلع منه بجدول، ويكون هناك في متابعة وش هو المشروع اللي حيخدمه أو إيش اللي نحن حنختمه في ماذا. كان هذا مع كريم مع غرفة جدة، لجنة التراحم، شوية شراكة مضطربة في لجنة التراحم، نحن نحتاج إن شاء الله يحدثوا لجنة التراحم شوية هو يجددوا الدماء ولا. طبعا مع القوات البرية، القوات المسلحة، طبعا مجموعة من بيزورون وفود دولية ما شاء الله تبارك الله. الوفود الدولية عدد كبير، لأنه نحن جدة اليوم يبقى في وفد جدة، طبعا هي متوسط سم معلم سياحي، معلم سياحي جدة طبعا متوسطة ما بين الحرمين، فبالتالي تأتينا وفود كثير، وتم نقل التجربة يعني في اندونيسيا، في تونس، في اسبانيا، عدة تجارب تم نقلها. هذه بعض صور الشراكات والتكريم من شرطة منطقة مكة، من محكمة التنفيذ بجدة ما تحدثنا عنه سابقا. حروح شوي خلاص هذا الأدان الاجتماعي والأدان المؤسسي، حروح للمستهدفات، وبعدين أبو فاطمة حتكلم على الأدان الاقتصادي واعتذر على الإطالة. السنة هذه مستهدفين خدمة 50,000 أسرة، منهم 4,000 مقبل الزواج، بناء 350 أم، تمكين 400 مطلقة، إفراع 2000 أسرة، تحفيز 2500 شاب وفتاة، التهيئة وتدرج 490 طفل من أبناء الأسرة المنفصلة، مساعدة 700 أسرة منفصلة، تنفيذ الأحكام الرؤية في بيئة صحية، تنمية قدرات 150 مختص في التنمية الأسرية، 30,000 مكالمة إرشادية مجابة، إرشاد 1500 أسرة في المقابلة، إصلاح بين 1000 زوج وزوجة، 8 أمسيات أسرية توعوية جماهيرية، 20 أمسية رمضانية توعوية، وثلاثة ندوات علمية، وثلاثة دراسات لتشريعات وأنظمة الأسرة، و12 تقرير علمي في قضايا الأسرة يفيد المؤسسات الأسرية، وشراء وقفين نحن مستهدفين هذا السنة إن شاء الله، وتأسيس شركة استثمارية. نحن بدأنا في إجراءات شركة خير المودة للاستثمار، وبرنامج إلكتروني واحد لجميع خدمات الجمعية. خلاص الحمد لله يعني نقدر نقول 95% إن شاء الله التزام تطبيق معايير تميز المؤسسة، وهذا قائم، وتطبيق معايير الحوكمة وشفافية طبقا لنموذج ديلويت، وهذا قائم أيضا كذلك، وتطبيق معايير إدارة المخاطر وفق نموذج بيستيل. شكرا لكم، أعتذر على الإطالة.